رد الفعل من بروكسل أو من الاتحاد الأوروبي جاء سريعا برفض أي محاولة لمفاوضات جديدة أو اتفاق جديد، إذن ماذا بعد؟ نعم، بالنسبة للاتحاد الأوروبي هذه النتيجة كانت متوقعة، ولكن الجانب غير المتوقع فيها هو نسبة الرفض. يعني كان الأوروبيون يعولون على نسبة رفض ضئيلة، مما كان يعطي للسيدة مي بعض هوامش المناورة. ما حدث الآن هو العكس، أن جاءت نسبة الرفض عالية، وبالتالي حرمت السيدة مي بشكل أو بآخر من بعض الإمكانيات للمناورة وللعودة إلى إمكانيات تصويت جديد. بالنسبة للأوروبيين هناك ثوابت ويقين هام أنه ليس هناك أي إمكانية على إعادة التفاوض بالنسبة لهذا الاتفاق، لأنه اتفاق مئات الصفحات تم التفاوض عليه خلال عام ونصف. فإذا الاتحاد الأوروبي لديه معاهدة ولا يريد إعادة التفاوض بشأنها، هي من جهة. نقطة أخرى، هناك أن الاتحاد الأوروبي لن يتدخل في العملية الديمقراطية في الداخل البريطاني، إذا هو ينأى بنفسه في الوقت الحالي عن ما يحدث في بريطانيا ويريد أن ينتظر. لا ننسى أن الوقت ضيق جدا أمام الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، شهرين فقط. نعم. بالنسبة للاتحاد الأوروبي أيضا في هذه النقطة سيدة وردة، هو موعد الانسحاب. إذن على أي أساس تم التصريح من السيدة تريزا مي بأنه يمكن تأجيل الخروج لعام أو عامين؟ نعم، لا ننسى أنه بالنسبة للأوروبيين والقانون الأوروبي والقانون البريطاني الموجود حاليا يقول أن موعد الانسحاب هو 29 آذار مارس 2019، ولكن هناك إمكانية لتأجيل هذا الموعد. لا ننسى أن هنا فكرة التأجيل فكرة قد تكون تروق للبعض، خاصة وأن هناك يوم الاثنين أي أمس وجه مئات من نواب البرلمان الأوروبي رسالة للبريطانيين يقولون نحن على استعداد لدعم طلب بريطاني بتمديد أمد الخروج. نعم. يعني أمد الانسحاب، تمديد فتح مدة 29 مارس. ولكن هناك نقطة هامة، أوروبا على موعد مع انتخابات يوم 26 أيار مايو، وفي هذه الانتخابات شطبنا النواب الأوروبي البريطانيين. فإذا لم يتوقع الأوروبيون رفض هذه الخطة من هذه الناحية، وبالتالي سيكون من المعقد تنظيم انتخابات أوروبية بدون البريطانيين، في حال أن البريطانيين لازالوا أعضاء في الاتحاد. فإذا هناك حالة من عدم اليقين، حالة من الاضطراب حاليا، وحالة من الانتظار ماذا سيحدث على الطرف الآخر. نعم.